محمد مجدي بقى برضو كان معانا فرقتين في المجموعه، الحقيقه رجعنا قابلناهم تاني في النصف النهائي والنهائي. اعتقد ده يدل على ان احنا كنا في مجموعه قويه الحقيقه، مش مجموعه بسيطه زي ما بيتقال. من وجهه نظرك ايه اللحظات الاصعب، وامتى كنت حاسس ان احنا هناخد هذه البطوله؟ هل من اول يوم حاسين ان احنا هناخد هذه البطوله؟ طبعا احنا رايحين الناس كلها، حتى انت في فرق خايفه تيجي تقابلك، يعني انت في فرق خايفه تيجي تقابلك، عارف الاهلي رايح فول تيم، وانت السنه اللي فاتت واخد كل البطولات تقريبا، عامل بري سيزون حلو، رايح خسران من برشلونه بنجومها كلها 4 في الفاينل في بطوله. ده احنا رجعنا كمان الماتش ده كنا زعينه على الهوا هنا. طبعا كان ماتش كويس قوي، احنا اتخطفنا الشوط الاولاني بس رجعنا الشوط الثاني وقضينا. مظبوط. فانت رايح عارف اللي انت عايز ايه، فاحنا من الاول عارفين احنا رايحين ان شاء الله نرجع بالبطوله، ان شاء الله النادي غايب عنه كتير، لا لازم نرجعها، لازم نرجعها للجماهير، النادي واثق فينا مطلعنا، فكان لازم نكسبها، والحمد لله ربنا كرمنا من اول ماتش. واحنا عارفين ان احنا المجموعه بتاعتنا صعبه، معانا فرق تقيله، عارفين ان احنا الفرقه دي هتقابلها تاني في النص النهائي، فكان لازم نكسبها من الاول جامد عشان تبقى عارفه وهي نازله لك تاني في الفاينل او السيمي فاينل، تبقى عارفه انت هي بتلعب مين، تبقى نازله اللي هي كده كده مستسلمه، اول ما تفرق عنها خلاص ترمي فوطه. والحمد لله ربنا كرمنا وده حصل، قابلنا السيمي فاينل والفاينل، قابلناهم في المجموعه وكسبناهم فرق كبير الحمد لله، وربنا كرمنا في السيمي فاينل والفاينل.